رح مر على الشركة وبعدين برجع. انطرني وأنا طالع كمان بدي استقبل أمي. طمني على بانك كل شوي ماشي؟ كانت غفيانة من شوي. خلي عينك عليها ولا تتركيها. خلص ماشي لا تاكل هم. منشوفك. مع السلامة. أمي أنا جيت. تعرفي شفت مؤيد جنب الدكانة. والله حسيت قلبي طلع من محله. بس بتعرفي شو تغير فيه؟ ما عم اتوجع بس شوفه مثل ما كنت بالأول. أمي؟ أمي ليش ما عم تردي علي؟ أمي أمي أنا ما اتصلت فيك وقلت لك إنه ما بقى بدنا نشوف بعض يا كاظم؟ ليش عم تدور علينا حضرتك؟ بقول لك لا تتصل ما بترد. لا وهلا جاي واقف قدام بيتي كمان. أنا أصريت عليك إنك تضلك معي وقت اللي قلت لي ما بقى بدي شوفك؟ زعجتك شي مرة بعدها؟ حاولت إني أتدخل بحياتك وخرب لك إياها؟ بالعكس حملت حالي ورحت مثل العالم والناس. طيب هلا بعد كل هالسنين، أنت ليش جاي عم تحاول تخرب لي كل شي ساويته؟ أنا حابب شوف بنتي فهميني. اضحك تقول بنتي احسن لك. هلا تذكرت انه عندك بنت؟ معك حق. لازم تنسى هالموضوع كله. طيب شو قلتي لعني؟ قلتي لمتت؟ لا انا ماني مضطره اكذب هيك كذبه. انت لا تاكل هم، وضحت لها كل شيء. هي بتعرف انه في عندها اب مسافر من زمان وما عم بيفكر فيها بنوب. ومو حابه تتعرف على ابوها؟ وهي صغيره كنت حسة تغار كتير من البنات وقت تشوف وحدة جايبة أبوها على المدرسة. كانت تجي لعندي وتسألني عنك. أنا كنت أشرح لوقتها بطريقة بتقدر تفهمها. على هوا عمرها، بس وقت اللي كبرت ووعيت حكيت لها كل شيء. حكيت لها كل شيء صار بيناتنا بالضبط. يعني مو مثل ما صار تماما، بس هي فهمت إني كنت ضحية لقصة حب كتير فاشلة. بعدين ما سألتني ولا سؤال. لأنه حست بكل العذاب اللي تحملته. المسكينة ما كانت تقول كلمة أب مشان ما أتذكرك ومشان ما أتحسس. بس صايرة صبية كتير حلوة مثلك يا كوثر. لساتك حلوة كتير وانت لساتك كذاب ما تغيرت. هلأ انت قديش صلك متغرب عني؟ فيك تفهمني شو اللي ذكرك فيني بعد كل هالسنين اللي مرت؟ بس بتعرف شو اللي مستغربته أكتر؟ إني مو شعرة ولا بأي شيء تجاهك أبداً، لا حقد عليك ولا كرهانتك حتى. لك تخيل حتى إني مو ندمانة إني حبيتك. أنا مو ندمانة بس لأنه جميلة موجودة بحياتي. وهذا هو الشيء الوحيد اللي حصدته من حبي لإلك. وما بدي غير إنه جميلة تبقى جنبي. طيب خليها تتعرف علي لكان. اضحك يا كاظم. شلون بدك تفوت على حياتنا فجأة وهي فاقدة الأمل منك؟ ما زعجتك بحياتك أبداً وتحملت المسؤولية لحالي. بس إذا بتحاول تقرب منها تأكد إنه ما رح أسكت. أنا ما ضل عندي شي تاني أقوله.
جميلة؟ جميلة؟ جميلة انت واحد ما في بقلبك رحمة، اوعى تيجي لهون مرة تانية، عم تفهم؟ لك انا بكرهك كثير وما بقى بدي اشوفك هون. جميلة جميلة، لك جميلة، وبكل وقاحة جاي لهون كمان. كنت متخيلة إنه عندي أبي بيشبه أنطونيو بانديراس، بس طلع أبي كتير بشع. أنا آسفة كتير. خلاص ما في داعي تعتذري مني. ما هو اللي كان يتصل فيكي بالسر؟ إيه بلا هو. ما تذكرت الزلمة اللي حاول يشتري لك حلقة هديك المرة؟ وقت حكيتي لي عنه فكرت إنه هو اللي ساوى هيك. اتصلت فيه وبعدين صار عن تليفوناته واليوم إجا. قال لك كلمته الأخيرة، قال لك بانا أماني عندك. بانا أمك بعد شوي رح توصل، تعالي ننزل. يلا طول عمري ما كنت حس إنه هذا البيت إلي، كنت حس حالي غريبة حتى وأنا فيه، بس كل شي رح يتغير بكرة أكيد. أهلا وسهلا يا أمي. آه يا أمي يا روحي. أبي خلص تركني وراح. لا تبكي حبيبتي، أنا رح أكون جنبك. رح شوفه أبدا. أهلا وسهلا فيكي. أهلين فيروز، شكرا لك. البقية بحياتكم. لازم تكون أنت مؤيد أكيد. أهلا وسهلا، البقية بحياتك. رح نتعرف على بعض.